الله يرحمه حسين الإمام كان فنان جميل ومبهج، قوي. ويعني عينيكي دمعت لما شفتيه. أنا عارفة إن أنت كنت قصة حب كبيرة قوي قوي. ذكريات. كم سنة زواج كانت؟ ابني عنده 30 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. بس أكيد لما بتفتكريه بتفتكري. أنا مش عايزاكي تعيطي. لا لا مكياج هيبوظ. أكيد لما بتفتكريه بتفتكري كمان الذكريات الحلوة والحاجات اللذيذة. بصي، يعني ما بيجيش على بالي اي حاجة وحشة الحقيقة. يعني يمكن ما كانش في حاجة وحشة، بس اكيد كان في طبعا، يعني طبيعي. بنتزار بين على بعض زي كل البشر يعني. بس لما يعني ما بيجي على بالي، او هو على طول على بالي طبعا، ما بفتكر، ما بيجيش على بالي غير الحلو يعني الحقيقة. انتوا كمان من الزيجات الفنيه الناجحه قوي، لانه في عدد كتير من الفنانين اللي اتجوزوا بعض بس مش كل الناس الانفصال سريع. بتكمل. بالظبط. فالناس اللي بتكمل مع بعض فتره طويله الناس بترتبط بيهم الاثنين مع بعض، يعني بيحبوا كل نجم لوحده، لكن علاقتهم ببعض هما الاثنين بتبقى عامل جذب وحب بالنسبه طبعا. للجماهير. ف طبعا اي علاقة يعني حبوبين مع بعض او انت بتحبيهم مع بعض بتبقى حاجة حلوة قوي. يعني الناس طبعا تحب كده، ما تحبش اتنين يعني عمالين يضربوا في بعض او كده. بنرتبط بأي حد عنده علاقة طيبة مع مراته أو جوزه. يعني ايه بقى قصة عفاريت حسين؟ البرنامج ده كان حلو قوي. يعني طلعت في حلقة طلعتي مع حلقة. خلينا احنا عندنا كده جزء كده تسجيل من حلقة من حلقات عفاريت حسين، عفاريت. كان حضرتك الضيفة، وانا برضو حاساها صعبة شوية يعني انك تبقي ضيفة في برنامج او تقعدي قدام بصي، زوجك، او هي ما مش سهلة يعني، ولا عادي بالنسبة لكم لان انتوا بص برضو بتمثلوا؟ احنا اشتغلنا مع بعض بس مش كتير. اشتغلنا مع بعض على فكرة قبل، يعني فيلمين قبل ما نتجوز. فيلم اسمه التعابين وفيلم اسمه كراميلا، بيجيبوا محطوط في التتر ده. دول قبل ما نتجوز، ما كناش متجوز. وبعد ما اتجوزتوا اشتغلتوا مع بعد بعض؟ ما اتجوزنا عملنا كابوريا انتاجنا، كابوريا مع احمد زكي الله يرحمه، وعملنا فنان أشيا كبير. كوات في روكسي انتاجنا برضو، وعملنا اخر فيلم اللي هو زي عود الكبريت اللي هو ملحقش ينزله، حسين كان عامله بالكامل. كله احنا يعني نزلناه بقى انا سجلتوه واولادي. وصورتوه بس صورناه وهو ومنتج مصور مخلص كل ومزيكا شغله؟ وكل حاجة. احنا بس شلنا منه حتة لانه كان طويل قوي. يعني ابني يوسف الامام مخرج، هو حبيبي، هو قعد عليه وعمل مونتاج وشيلنا منه حته لانه كان زياده طويل، وكان حسين هيعمل له كده بس ما لحقش يعني. الله يرحمه. واحنا نزلناه ساعتها، كانوا عاملين تكريم في المهرجان السينما لحسين، نزل الفيلم فيه، نزلناه فيه. وبعد كده نزلناه اسبوعين في فيلم في سينما زاويه، بس الكلام ده طبعا من 8 سنين بقى لدلوقتي يعني.